وفد روسي يضم مستشار بوتين ونائب وزير الخارجية الروسي يصل إسرائيل، وصل لقاءات مرتقبة مع مستشاري مجلس الأمن القومي الإسرائيلي. بعد وضع الحكومة تحت تصرف الرئيس الفلسطيني الأحمد يؤكد أن قرار تشكيل الحكومة جاء لفك الارتباط مع حماس. خلال زيارة رسمية تستمر يومين ماكرون يلتقي السيسي بالقاهرة، خلافات حول قضايا حقوق الإنسان وتعاون اقتصادي وسياسي مشترك. قاسم ينفي الأنباء الفرنسية حول إجراء محادثات بخصوص برنامج إيران الصاروخي، وسط تحضيرات لتوقيع اتفاقية أوروبية لتفادي العقوبات الأمريكية. الرئيس الأفغاني يدعو إلى إجراء مفاوضات بين طالبان والحكومة في كابول، وواشنطن تؤكد نيتها سحب القوات الأمريكية من أفغانستان. وفي الرياضة، اليابان تعبر من بوابة إيران بثلاثة أهداف نظيفة لتنتظر الفائز من القمة العربية التي تجمع الإمارات بقطر. أهلا بكم مشاهدي الكرام في النشرة المركزية من أخبار الساعة. وصل إلى إسرائيل عدد من المسؤولين الروس، بينهم المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونائب وزير الخارجية لمناقشة الأوضاع في سوريا. وعلم أن المسؤولين الروس اجتمعوا مع المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية يوفال روتيم ومع عدد من كبار المسؤولين في الخارجية الإسرائيلية. ومن المقرر أن يجتمع المسؤولون الروس يوم غد مع كبار المسؤولين في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي في أعقاب أنباء تحدثت عن خلافات بين روسيا وإيران في سوريا. ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسرائيل قدمت إلى الأمم المتحدة معلومات عن أنفاق أخرى قامت منظمة حزب الله بحفرها في جنوب لبنان ولم يتم تدميرها في إطار عملية درع الشمال. يأتي هذا بعدما صرح رئيس الأركان الإسرائيلية السابق جادي أيزنكوت بأن أقوال نصر الله حول الأنفاق لا أساس لها من الصحة. وفي سياق آخر وفي إطار التلاسن الكلامي بين إسرائيل وإيران، قال نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني إن أي حربا جديدة تبدأها إسرائيل ستنتهي بإزالتها وتدميرها بالكامل على حد قوله. وإلى الشأن الداخلي الإسرائيلي، تترقب أوساط سياسية عديدة ما سيصرح به رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق بيني غانتس حول حملته الانتخابية والتي قد تلاقي ردود فعل واسعة بسبب جملة الاتهامات اليمينية لغانتس بأنه شخص يمتلك نزعة يسارية. يأتي هذا في أعقاب تصريحات أدلى بها مفتش الشرطة السابق وتحدث فيها عن ملفات نتنياهو الخاصة بالفساد. تصريحات قائد الأركان الإسرائيلي الأسبق بيني غانتس المنتظرة في الغد خلال مؤتمره الصحفي الأول منذ إعلانه عن ترشحه للانتخابات البرلمانية الإسرائيلية المقبلة. بدأت صورة الانتخابات الإسرائيلية تزداد إثارة مع تبلور هوية حزبه الجديد. بيني غانتس في الوقت الحاضر يقود معسكرا سياسيا جديدا، ولابد لخطابه الأول أن يكون له تأثير وأبعاد. التحليلات الصحفية الإسرائيلية اختلفت فيما بينها حول الأثر الذي يمكن أن يخلفه خطاب غانتس على الناخب الإسرائيلي وتوجهاته، لكنها اتفقت في الوقت ذاته أن دخول غانتس معترك الحياة السياسية والائتلاف الذي يحاول بنائه في قائمته الانتخابية التي لم يعلن عنها بعد كفيلة بأن تغير الخارطة السياسية الإسرائيلية. بعض التحليلات ذهبت باتجاه إمكانية استحواذ غانتس على مقاعد على حساب اليسار الإسرائيلي، فيما ذهبت بعض التحليلات الأخرى باتجاه حصوله على عدد أكبر من المقاعد المحسوبة على اليمين ويمين الوسط. هذا الخطاب سيلحقه بالتأكيد استطلاع للرأي العام، وسيكون لهذا الاستطلاع يعني أهمية كبرى لتحديد مستقبل هذا التيار السياسي ومن يقف على رأسه. وإن كانت التخمينات والتحليلات، يظل قول الناخب الإسرائيلي القول الفصل في معركة انتخابية قد يكون حاسمة فيما يتعلق بمستقبل رئيس الحكومة نتنياهو للفوز بمنصب رئيس الحكومة لولاية أخرى، بالرغم من استطلاعات الرأي جميعها التي تتفق على كونه الأوفر حظا لشغله. وحول ذلك انضم إلينا في الاستوديو خبير الشؤون السياسية الإسرائيلية سيد شكيب شنان. سيد شكيب مرحبا بك معنا. إلى أي مدى تترقب الأوساط السياسية في إسرائيل ما سيقول إليها أو ما سيتحدث به غانتس، خصوصا وأن شاهدنا حملة يمينية نوعا ما عليه بما وصفوه بأنه شخص ذي النزعة اليسارية، وأيضا في إطار استطلاعات الرأي التي تشير بأنه سيملك عدد من المقاعد لا بأس به في الكنيسة والانتخابات القادمة؟ دعنا نقول أن وجود حملة يمينية عليه هي إشارة واضحة أنهم يرون به خطر يحدق لهم.
يعني من ناحية تحديد الموقف ما هو السبب الذي يدفعهم إلى ذلك. لو أنه غانتس يجي يقول أنا أنضم إلى الليكود كان اليوم أكبر أنت قائد أركان وأنت وأنت وأنت. في نهاية المطاف عدم انضمامه أو وقوفه أو محاولته الوقوف كرأس حربة في وجه نتنياهو يشكل خطر يحدق لمستقبل نتنياهو السياسي، ولهذا الهدف يتم مهاجمته. بقية الأمور تتعلق به وبإمكانيته وقدراته على تنظيم صفوفه. الإمكانية لإعطائه الفرصة أصبحت واضحة، استطلاعات الرأي العام أعطته تفضيل على قائد حزب هنالك مستقبل يائير لابيد وعلى قائد حزب العمل السيد أفي جاباي، وهو اليوم يتصدر المعارضين لنتنياهو أو يتصدر الذين يرغبون في تغيير نتنياهو. نعم. من ناحية عدد المقاعد والمنسوب الأصوات الذي يستطيع أن يصل إليه في حال تنظيم صفوفه. طبعا إذا كان هناك ظلت قوى اليسار متشتتة كما أعلن أبي جاباي سيتم الإعلان أو إعطاء الفرصة لمن يأتي بأكبر عدد من المقاعد ليقود الأمر ويشكل الحكومة. والسؤال الذي يطرح نفسه لهذه القوى، هنالك الكثير من الأحاديث والمحادثات والمفاوضات من وراء الكواليس بين الأحزاب المختلفة وبين القياديين. في البداية أراد قادة الأحزاب في حزب العمل وفي هنالك مستقبل أن يأتوا بضابط بدرجة كولونيل أو قائد أركان ليكون رقم اثنين في قوائمهم ويكون رجل الأمن الذي يعطي الصبغة الأمنية للقائمة، ولكن سرعان ما انقلبت الأمور على أصحابها. يعني غانتس كل تحاور معه من أجل أن يأتي به إلى صفه، في نهاية المطاف لم ينضم لصف أحد وهو من يتصدر الصف. يعني هنالك في هذه المعركة الانتخابية شيء جديد، أنا أوافق ما قاله زميلي السابق في تحليلي في التقرير، شيء جديد في مراحل تكوينه يمكن أن ينجح إذا لم يعمل أخطاء، وحتى الآن لم يفعل أي خطأ، وصمته لم يكن صدفة لأنه نظم صفوفه، وخطابه غدا سيكون له أثر كبير جدا. نعم. على الناس تتلهف لتسمع ما هي مواقفه، وطبيعي سيقوم اليمين بمهاجماته أكثر، وكلما حظي على مهاجمة أكبر من اليمين سيزداد تأثيره ومكانته. الخطر يكمن في قيام المركز واليسار بمهاجمته، وعندها ستنتقل المعركة إلى داخل المعسكر الواحد. الخبير في الشؤون السياسية الإسرائيلية سيد شكيب شنان، شكرا جزيلا على هذه المداخلة. انتقالا إلى شؤون أخرى، كشف عضو اللجنتي التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لفتح عزام الأحمد عن هدف تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة من فصائل المنظمة، وقال الأحمد في تصريحات صحفية إن الهدف من تشكيل حكومة فصائلية هو فك الارتباط مع حماس حول حكومة التوافق الوطني. يأتي هذا بعدما وضع رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله حكومته تحت تصرف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك بعد توصية اللجنة المركزية بتشكيل حكومة فصائلية جديدة. أن المتغيرات قد بدأت بقرار المحكمة الدستورية بحل التشريعي ودعوة لانتخابات عامة. إذن الحكومة بين قوسين، الحكومة التي كانت قد شكلت بالتوافق ولم تسمح لها حماس بالعمل، من المفترض الآن أن تنتقل إلى وضع آخر. وحول ذلك انضم إلينا من مدينة رام الله مراسلنا عبد الرحمن الكحلة. عبد، مرحبا بك معنا. أبدأ معك، كيف يمكن قراءة تصريحات عزام الأحمد التي تحدث فيها بشكل واضح عن الهدف من تشكيل حكومة فصائلية جديدة، ألا وهو فك الارتباط بشكل واضح مع حركة حماس، والحديث يدور عن حكومة الوفاق الوطني؟
نعم بالفعل مهند، خاصة بعد دخول الأموال القطرية التي تعتبرها حركة فتح هي مشروع لفصل غزة عن الضفة الغربية، وبالفعل القادة الفلسطينيون هنا في مدينة رام الله صرحوا بأن فصل غزة قد تحقق ولكن لم يتم الإعلان عنه. يعني هنا نشاهد في مدينة رام الله وقيادة حركة فتح أصدرت توصياتها إلى الرئيس محمود عباس بتشكيل حكومة جديدة ربما كنوع من التغيير، ولكن شاهدنا معارضة واسعة من قبل الفصائل الفلسطينية. يعني حركة حماس اعترضت على هذه الحكومة وأكدت بأنها غير شرعية ولن تتعامل معها. أيضا شهدنا الجبهة الديمقراطية، المبادرة الوطنية، كل هذه الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية اعترضت على موضوع تشكيل الحكومة. ولكن الملفت أن الشارع الفلسطيني هنا في مدينة رام الله يعني تقبل فكرة تشكيل حكومة جديدة ربما كنوع من الأمل لدى الفلسطينيين وأيضا كنوع من التغيير. ينتظرون حتى هذه اللحظة من سيترأس هذه الحكومة. شاهدنا عدة أسماء مطروحة على الساحة، أبرزها الدكتور محمد إشتية وأيضا الدكتور صائب عريقات وأيضا وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ. ننتظر في الأيام القادمة لتتضح الصورة أكثر. نعم عبد، رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله وضع حكومته تحت تصرف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وهناك من يقول بأن الجانب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية تنتظر اجتماعات المصالحة الفلسطينية في موسكو المقررة انعقادها في 11 من الشهر المقبل حتى تتضح الصورة أكثر فيما يتعلق بفض الحكومة الفلسطينية الحالية. نعم بالفعل مهند، الجميع ينتظر هذه الاجتماعات، ولكن المراقبون والمحللون السياسيون على الرغم من التدخل الدولي والإقليمي للم شمل الفصائل الفلسطينية وإنهاء الانقسام الفلسطيني، إلا أن المحللون يرون بأن إن لم يكن هناك نية جادة لدى حركتي فتح وحماس لإنهاء الانقسام الفلسطيني وتشكيل حكومة وحدة وطنية فإن هذه الاجتماعات سوف تكون هباء منثورا، لن تأتي بأمر جديد ولن تأتي بأي متغيرات. يعني الانقسام متغلغل في صفوف الفلسطينيين، البيت الفلسطيني الآن يعاني من أزمة خاصة بعد تشكيل هذه الحكومة. شاهدنا أن حركة حماس أكدت بأن حركة فتح تستمر في سياسة التفرد وإقصاء الآخر، وهذه السياسة أكدت أيضا حركة حماس بأنها فتح تتبعها منذ سنين. أيضا الفصائل الأخرى هناك اعتراض واسع كما ذكرت لك مهند على موضوع تشكيل الحكومة. يعني المصالحة الفلسطينية على الرغم من تعدد الجهات التي حاولت تحقيقها وحاولت إنهاء الانقسام الفلسطيني إلا أنها تراوح مكانها. يعني هذه في موسكو عبد الرحمن كحلة وصلت فكرة، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من مدينة رام الله. ومن الشؤون الإسرائيلية والفلسطينية إلى الشؤون العربية وإلى مصر، وأثناء زيارة يقوم بها الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى القاهرة تستمر ليومين، التقى الأخير بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي وسط مباحثات حول حقوق الإنسان والتعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين. ملف حقوق الإنسان في مصر كان من بين ملفات عديدة على طاولة المباحثات بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفرنسي إيمانويل ماكرون في إطار زيارة الأخير لمصر لمدة 3 أيام. ماكرون ألمح في أكثر من مرة ووجه انتقادات للحكومة المصرية بسبب تردي أوضاع حقوق الإنسان في وقت يتهم معارضو السيسي بأنه يضيق الخناق على كل من يعارضه، في حين يقول مؤيدوه إن الإجراءات الصارمة ضرورية لتحقيق الأمن والاستقرار. شاركت الرئيس السيسي إيماني العميق بأن الاستقرار والسلام الدائم يسيران جنبا إلى جنب مع احترام كرامة الفرد وسيادة القانون، وأن البحث عن الاستقرار والأمن الذي يهمنا وجزء من شراكتنا التي ناقشناها في أكتوبر 2017 لا يمكن فصلها عن مسألة حقوق الإنسان. هذه الزيارة الأولى للرئيس الفرنسي لمصر منذ توليه مهام منصبه عام 2017، ويأمل أن يتمكن خلالها من تعزيز التبادل التجاري مع البلد العربي الأكبر من حيث عدد السكان. وتتناول مباحثات الرئيسين أيضا العلاقات المصرية الفرنسية لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتجاري،
بجانب تعزيز التعاون بين كل من مصر وفرنسا والقارة الإفريقية تحت مظلة الرئاسة المصرية المنتظرة للاتحاد الإفريقي، فضلا عن التعاون لمكافحة ما يصفونه بالإرهاب والتصدي للهجرة غير الشرعية. وحول ذلك انضم إلينا من القاهرة السيد هشام البقلي مدير مركز الدراسات السياسية في مركز سلمان زايد. مرحبا بك معنا سيد هشام. أبدأ معك، إلى أي مدى هذه الزيارة مهمة بالنسبة للجانب المصري وللرئيس عبد الفتاح السيسي؟ أولا أهلا بك أستاذ مهند وكل السادة المشاهدين. بالطبع يعني الزيارة لها أهمية خاصة للطرفين، الطرف المصري والطرف الفرنسي على حد سواء. تأتي الزيارة في توقيت هام بالنسبة للجانب المصري، حيث هناك انتقادات من عدد من المنظمات الدولية خلال الفترة الماضية في مسائل تتعلق بحقوق الإنسان. يوجد يعني ملفات مشتركة كثيرة ما بين مصر وفرنسا، كما يمكن ذكرتم في التقرير مسألة مكافحة الهجرة غير الشرعية، مكافحة الإرهاب، يعني مسألة الشراكات المصرية الفرنسية وتوسيع العلاقات في إفريقيا. تأتي هذه الزيارة في هذا التوقيت الهام لمصر بشكل أكبر نظرا للأوضاع، يعني محاولات مصر النهوض من الناحية الاقتصادية، ويعني أحاديث متواترة كثيرة حول مسائل تعديل للدستور وارتباطها بمسألة الحريات وما إلى ذلك. كل هذه الأمور هامة جدا بالنسبة للجانب المصري، ويجب أن يكون عليها تأييد دولي. ووجود الرئيس الفرنسي ماكرون في مصر كان هاما جدا بالنسبة للرئيس السيسي، والإدارة المصرية استطاعت حتى الآن يعني أن تدير هذه الزيارة بشكل جيد. رأينا الرئيس الفرنسي يستهل زيارته لمصر بجولة سياحية أعتقد سيكون لها مردود إيجابي في الترويج للسياحة، وهذا هو يعني سيد هشام. عن اتفاقات وتفاهمات اقتصادية وسياسية نتحدث، وأيضا ماذا عن ملف حقوق الإنسان الذي أثاره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؟ مسألة ملف حقوق الإنسان يعني الذي تحدث عنه ماكرون، يعني أعتقد كانت هناك مؤشرات من قبل الزيارة أن هذا الملف سيكون على الطاولة، ولكن يعني أعتقد أن الرئيس السيسي يعني استطاع بشكل أو بآخر أن يرد على هذه يعني على هذا الملف، وأن مصر تسير في طريق معين ولا تقبل بأن يكون هناك من يعطل هذه المسيرة في التوقيت الحالي نظرا لوجود يعني ما يسمى بالأجندات الخارجية ومحاولات تعطيل المسار المصري. وكانت هناك أيضا يعني انتقادات للجانب الفرنسي فيما يتعلق بمسألة تظاهرات السترات الصفراء، ويعني هذه الزيارة تأتي هامة أيضا لماكرون في دعم وجود الدعم الدولي له، ويعني تجميل صورة النظام الفرنسي أيضا أمام العالم من خلال بداية جولاته الخارجية بعد الأزمة الأخيرة التي تخص السترات الصفراء. مسائل التعاون الاقتصادي ما بين مصر وما بين فرنسا، هناك تعاون كبير ما بين مصر وفرنسا في عدد كبير من الملفات، منها ملفات الطاقة ومنها الملفات العسكرية وصفقات السلاح المتبادلة بين مصر وفرنسا خلال الفترة الماضية. هذا هو الجانب الآخر للتبادل ما بين الدولتين. نعم السيد هشام البقلي الباحث ومدير مركز الدراسات السياسية في مركز سلمان زايد، كنت معنا عبر خدمة سكايب من القاهرة، شكرا جزيلا لك. ومن مصر إلى الأزمة السورية، حيث قال رئيس تركيا رجب طيب أردوغان إن بلاده تهدف إلى إقامة مناطق آمنة في شمال سوريا حتى يتمكن نحو 4 ملايين لاجئ سوري تستضيفهم تركيا من العودة لبلادهم. وذكر أردوغان الذي كان يتحدث في اسطنبول أن نحو 300,000 سوري عادوا بالفعل، وأنه يتوقع عودة ملايين السوريين إلى المناطق الآمنة، وسط تصريحات لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف حول الأوضاع في إدلب. جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التأكيد على نية بلاده محاربة تنظيم داعش شرق الفرات، مما يشير إلى اقتراب العمليات العسكرية هناك، مؤكدا أنه سيقوم بالقضاء على بقايا داعش وبسط الأمن في شرق الفرات حسب زعمه، وأنه يهدف لإقامة مناطق آمنة في شمال سوريا حتى يتمكن نحو 4 ملايين لاجئ سوري تستضيفهم تركيا من العودة لبلادهم، خاصة وأنه نحو 300,000 سوري عادوا بالفعل، وأنه يتوقع عودة ملايين السوريين إلى المناطق الآمنة.
وفي السياق ذاته أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الجانب التركي أكد استعداده للتخلص من الإرهاب في إدلب، مشيرا إلى أن تواجد جبهة النصرة في إدلب لا يتطابق مع اتفاقات حل مشكلة المنطقة، مؤكدا أن هناك توافقا على عقد قمة روسية تركية إيرانية بشأن سوريا الشهر المقبل. من الواضح أن هناك تجمع للمسلحين متبقيا في إدلب. لقد طمأننا زملاؤنا السوريون بالتزامهم بالقضاء على هذا التجمع الإرهابي وعلى استعدادنا لمواصلة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الاتفاق الروسي التركي بشأن إدلب، بما في ذلك إنشاء المنطقة من زرعة السلاح حول المنطقة الأمنية. وكان قد طالب الرئيس التركي بإعادة تفعيل اتفاقية أضنا بين تركيا وسوريا التي رد عليها الجانب السوري أن أي تفعيل لهذه الاتفاقية يتم عبر إعادة الأمور على الحدود بين البلدين كما كانت، وأن يلتزم النظام التركي بالاتفاق ويتوقف عن دعم وتمويله وتسليحه وتدريبه للإرهابيين وأن يسحب قواته العسكرية من سوريا. بقاء في الشؤون العربية ولكن الخليجية منها، حيث أفرجت السلطات السعودية عن رجل الأعمال محمد حسين العمودي بعد احتجازه لأكثر من عام ضمن حملة ولي العهد التي قال إنها تستهدف مكافحة الفساد. ويعد الإفراج عن العمودي أحد أبرز رجال الأعمال السعوديين والمولود في أثيوبيا الحلقة الأحدث في سلسلة عمليات الإفراج عن المعتقلين البارزين، والتي تتزامن مع انتقادات دولية واسعة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وكان العمودي الذي صنف من قبل مجلة فوربس الأمريكية بأنه أغنى رجل في إثيوبيا وثاني أغنى رجل في السعودية بين عشرات من كبار رجال الأعمال والسياسيين الذين احتجزوا في فندق ريدز كارتون. أبدت أو أيدت محكمة التمييز في البحرين حكما بالسجن المؤبد على 3 من قيادات المعارضة بتهمة التخابر مع قطر. وكانت محكمة بحرينية قد حكمت في نوفمبر تشرين الثاني بالسجن المؤبد على الأمين العام لجمعية الوفاق المعارضة الشيخ علي سلمان واثنين آخرين من قيادات الوفاق وهما الشيخ حسن سلطان وعلي الأسود، لتلغي بذلك حكما سابقا بتبرئتهم. وتعد محكمة التمييز أعلى محكمة استئناف في البلاد. إلى اليمن، حيث حث مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث الطرفين المتحاربين على الإسراع في تنفيذ سحب القوات من ميناء الحديدة ووجوب تأخير في الجداول الزمنية فيما تقف البلاد على شفا المجاعة. وكانت الاتفاقات التي تم التوصل إليها في ديسمبر كانون الأول بين جماعة الحوثي الموالي لإيران وحكومة الرئيس عبد رب منصور هادي المدعومة من السعودية أول انفراجة كبيرة في الصراع الدائر. هذا وسيطر الحوثيون على الحديدة وهي نقطة الدخول الرئيسة لمعظم الواردات التجارية والمساعدات إلى اليمن وشريان حياة لملايين اليمنيين. 12 جهلة وكلها شراب، لا ملابس لا نظافة مثل الناس، لا أبوش معانا وجه الله الكريم، ولا طرابل شوف كيف حال عيتنا، ولا بطاطين ولا أكل. هي 12 جهلة يجيبوا لي دبة زيت وكيس طحين في راس الشهر، نجوع من نموت لي شهر من الأكل. ما اليوم بخدور كدام العيالي يكعلم يوم يكعلم في بطانهم، لما تعشينا ما تغدينا. وإلى شأن آخر، قال مكتب النائب العام في مدينة اسطنبول التركية إن النائب العام سيلتقي يوم الثلاثاء بالمحققة في مجال حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتي تقود تحقيقا دوليا في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي والذي قتل في سفارة بلاده في اسطنبول. ووصلت المبعوثة مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء في زيارة تستغرق أسبوعا لتركيا مع فريق من خبراء الطب الشرعي والقانون مع وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو. ما سينظر إليه المحقق هو الدليل على مسؤولية ولي العهد السعودي. لقد خرجت وكالة المخابرات المركزية على ما يبدو على أساس اعتراضات، وأكدت أن ولي العهد أمر بهذا القتل، واعتمد مجلس الشيوخ الأمريكي هذا الاستنتاج، وأملوا أن تشارك وكالة المخابرات المركزية تلك الاعتراضات والدلائل مع المحقق الخاص، لأنها كما تقول تملك دلائل على المسؤولية المباشرة لولي العهد. هذه مسألة مهمة وقد حان الوقت للكشف عنها، وأنا أعلم أن المقرر الخاص يعمل على إنجاز ذلك. مشاهدينا الكرام، تشاهدون بعد الفاصل.
قاسميا في الأنباء الفرنسية حول إجراء محادثات بخصوص برنامج إيران الصاروخي وسط تحضيرات لتوقيع اتفاقية أوروبية لتفادي العقوبات الأمريكية. الرئيس الأفغاني يدعو إلى إجراء مفاوضات بين طالبان والحكومة في كابول. واشنطن تؤكد نيتها سحب القوات الأمريكية من أفغانستان. وفي الرياضة، اليابان تعبر من بوابة إيران بثلاثة أهداف نظيفة في كأس آسيا لتنتظر الفائز من القمة العربية التي ستجمع الإمارات بقطر. خبر سياسي، خلفية اقتصادية، ووراء كل قرار ركيزة مالية، وفي كل ملف مصالح مادية، سياسة واقتصاد وأسواق بالمرصاد، حروب ونزاعات، صناعة وابتكارات، وبين هذا وذاك مواطن أو مستهلك في وجه التداعيات. ملفات اقتصادية يأتيكم في الأوقات التالية. ما بين الرأي والرأي الآخر رواية مختلفة، وعندما نفتح طاولة النقاش تبدأ معركة الكبار. نطرح وجهات النظر ونختلف حولها، وحينما يشتد الحوار تكتمل الصورة. المناظرة اليومية فقط على شاشة i24 News. بين السطور ثمة حقيقة منسية، وفي عمق العناوين أجندات مخفية، مقالات وتحليلات لرسم السياسات. نتعمق في التحليل ونبحث عن السياق وخلفيات الأمور خارج الصفحات وبين السطور. العدد الأخير يأتيكم في الأوقات التالية. سياسات تبلور في أروقة دول عظمى، نتابع تداعياتها في دول مختلفة. أحداث آنية نخوض في عمقها ونعود إلى أساس تاريخها. نعرج على أبرز الأحداث السياسية والثقافية والبرلمانية، كما نسلط الضوء على سطوع وجه نجم الأسبوع. في مدار الأسبوع ننقل ما لم ينقل في منابر الإعلام. مدار الأسبوع مع مهند نبيل يأتيكم في الأوقات التالية. عندما تكثر الأجندات تتلاحق الأحداث، وحينما ترتفع الأصوات تتسابق الملفات. سلطات تتعارك وجهات تتصارع. نحاول التوقف لفهم الخلفيات، نتعقب الأزمات لإدراك التبعات، نسمع الأصوات. سياسات داخلية يأتيكم في الأوقات التالية. في وقتنا الحالي يستطيع كل شخص أن يكون محللا سياسي وناقدا فني، فنحن في عصر مواقع التواصل الاجتماعي. مواضيع ساخنة نرصدها لكم، وسوم منتشرة نظهرها، وأشرطة مصورة نعرضها. نتحاور مع رواد الشبكة حول المنشورات الفيروسية والتعليقات الجدلية. كونوا معنا كي ننقل لكم نبض الشبكة. حديث الشبكة يأتيكم في الأوقات التالية. عندما تلتقي السياسة بالرياضة تختلط الأوراق، فمتخذ القرار يصوب ليسجل هدفا سياسيا، والرياضي يحاول النأي بنفسه عن كل ما هو سياسي. والواقع أقوى من هذا أو ذاك، فلا مناص من المزج بينهما. خط التماس برنامج رياضي بنكهة مختلفة يفتح لكم أبوابا لم تفتح من قبل. مضيق تحت التهديد وجار تحت الوعيد، مجلس تعاون منقسم، ناطحات سحاب وإعادة حساب. خليج الحرمين وحرب القطبين، فضائيات تتعقب ودول عظمى تترقب. عين على الخليج يأتيكم في الأوقات التالية. لطالما يفضل الساسة ما وراء الكواليس، ونحن نكشف عما خلفها. فالقادة يفضلون المبطل، والمواطن يبحث عن الحقيقة. جئنا لنزيل القشور عن ضبابية الواقع، ونخلط بين المستور والمكشوف لتكتمل الصورة. هذا المساء برنامجكم الذي لا يرتاب من نقل الحدث
وأبعد من ذلك. هذا المساء يأتيكم في الأوقات التالية. من صفحات الحكاية تنبثق مقاصد سياسية، الفن أولاً أم المال؟ وجوه سياسية بأقنعة شعبية، عن هويات الأفكار وعن أماكن بلا هويات، عن أساطير الأبطال وعن بطل بلا أسطورة. الملتقى الثقافي يأتيكم في الأوقات التالية. قاسميا في الأنباء الفرنسية حول إجراء محادثات بخصوص برنامج إيران الصاروخي، وسط احضرات لتوقيع اتفاقية أوروبية لتفادي العقوبات الأمريكية. الرئيس الأفغاني يدعو إلى إجراء مفاوضات بين طالبان والحكومة في كابول، واشنطن تؤكد نيتها سحب القوات الأمريكية من أفغانستان. وفي الرياضة، اليابان تعبر من بوابة إيران بثلاثة أهداف نظيفة في بطولة كأس آسيا، لتنتظر الفائز من القمة العربية التي تجمع الإمارات بقطر. أهلا بكم مشاهدي الكرام، مستمرون في النشرة المركزية من أخبار الساعة. قالت إيران أنها لا تجري محادثات مع فرنسا بشأن برنامجها للصواريخ البالستية، بعدما قالت باريس أنها مستعدة لفرض مزيد من العقوبات على طهران إذا لم يتم إحراز تقدم في المحادثات الأوروبية بشأن البرنامج. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أنه لا يوجد محادثات سواء سرية أو غير سرية بشأن برنامج إيران الصاروخي مع أي من الدول. كان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريا صرح يوم الجمعة بأن باريس مستعدة لفرض مزيد من العقوبات إذا لم يتحقق تقدم في المحادثات بشأن البرنامج الصاروخي الذي تقول طهران إنه دفاعي. برنامجنا الصاروخي برنامج دفاعي نناقشه فقط داخل البلاد، لا يمكنني تأكيد إجراء أي محادثات سرية مع فرنسا بشأن برنامجنا الصاروخي. نتحدث عن قضايا إقليمية وسياسية مع فرنسا، لكن قدراتنا الصاروخية ليست قابلة للتفاوض، قلنا ذلك مرارا خلال محادثاتنا السياسية مع فرنسا. هذا وكشف وزير المالية الفرنسي عن أن بلاده والمملكة المتحدة وألمانيا تعتزم توقيع خلال الأيام المقبلة على اتفاق يتعلق بآلية خاصة تتيح لشركات الاتحاد الأوروبي تفادي العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران. ونقلت وكالة أنباء بلومبرج الأخبار الاقتصادية عن الوزير الفرنسي قوله إنه سيتم توقيع الاتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة. الولايات المتحدة فرضت عقوبات خارج حدودها على إيران، وهذا يعني أن شراكتنا لم تعد قادرة على القيام بتجارة مع إيران، لأنهم ببساطة لا يستطيعون الحصول على الأموال، حيث أن جميع المدفوعات تتم من خلال البنوك التي تعتمد على البنوك والاستثمارات الأمريكية. سنكون في الأيام القادمة مؤسسة مالية أوروبية مستقلة مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا، وسيتم توقيع الاتفاقية في الأيام القليلة القادمة حتى نتمكن من الاستمرار بفضل هذه المؤسسة المالية المستقلة في التجارة مع إيران حتى لو كانت الولايات المتحدة لا تريد ذلك. وحول ذلك انضم لنا عبر خدمة سكايب من فرنسا المكاتب والمحلل السياسي سيد هلال العبادي. سيد هلال مرحبا بك معنا. أبدأ معك، كيف يمكن قراءة تصريح بهرام قاسمي فيما يتعلق بقضية أن باريس تجري مفاوضات مع إيران حول برنامج إيران الصاروخي وحديثه بأن كل تجارب إيران الصاروخية تأتي في إطار المنظومة الدفاعية؟ مساء الخير لك والمتابعين والجمهور الكريم، لكن صحيح التصريحات هذه تأتي في إطار حرص إيران على عدم الخلط بين موضوع البرنامج النووي وموضوع البرنامج الصاروخي. يعني بالنسبة لإيران تريد أن تأخذ دفعة كاملة، يعني التجارة مرتبطة بالبرامج، مرتبطة بالملف النووي، مرتبطة بالملف الصاروخي. إيران تريد أن تقايض موقفها من برنامجها الصاروخي الباليستي بأيضا بموقفها التجاري مع أوروبا. لا ننسى أن الوحيد الذي تضرر من العقوبات التي وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية حول التجارة مع إيران هي دول الاتحاد الأوروبي، لأن هذه التعاملات التجارية تقدر بمليارات الدولارات سنويا. لذلك تحاول الآن فرنسا خصوصا التوفيق بين الحد من
برنامج إيران الباليستي الذي لا يهدد فقط المنطقة، منطقة الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط، ولكن تهديده يصل إلى كل العالم، خصوصا إذا عرفنا قدرات هذا البرنامج الطويلة المدى. وهذا يعني تريد فرنسا أن تحد من هذا البرنامج في نفس الوقت المحافظة على مستوى التفاعل التجاري بين البلدين. طيب سيد هلال، كيف يمكن أن تتعامل فرنسا مع هذه القضية، خصوصا وأننا نشهد نوع من التعنت من قبل الجانب الإيراني بالحديث عن ملف والبرنامج الإيراني الباليستي الصاروخي؟ شاهدنا هذه التصريحات التي أتت بعد أكثر من يومين على تهديدات فرنسية بفرض عقوبات على طهران فيما يتعلق بهذه القضية إذا لم تتجاوب الأخيرة مع هذه المحادثات. فرنسا تريد الحفاظ على التجارة الطبيعية، يعني التجارة العامة، حجم التبادل التجاري، ولكن تريد فرض عقوبات على أولا الحسابات المصرفية التابعة للحرس الثوري الإيراني، وهناك أيضا قضية التهديد الإرهابي الذي ضرب أوروبا في الصيف الماضي من قبل مجموعات تابعة للمخابرات الإيرانية والأمن الإيراني والحرس الثوري الإيراني، وخصوصا محاولتهم تفجير اجتماع للمعارضة في ضاحية بلفنت. يعني كانت هناك محاولة وهناك متهمين والاتهام وجه رسميا إلى الحرس الثوري الإيراني. لذلك فرنسا تريد أن تضع العقوبات على إيران من ناحية عدم السماح بالسفر لشخصيات مهمة محسوبة على الحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى غلق حسابات هذه الشخصيات ومتابعة الحسابات الأخرى التي تمول العمليات الإرهابية الإيرانية في أوروبا. طيب سيد العبادي، فيما يتعلق بالخبر الآخر بالحديث عن محاولات لتوقيع اتفاقية أوروبية تشمل المملكة المتحدة، فرنسا وألمانيا، والتي تعتزم الخوض في عمق ملف تفادي العقوبات الأمريكية على طهران من خلال الشركات التي تتعامل مع إيران، كيف يمكن قراءة ذلك أيضا؟ هذا يعني هذه يسموها قناة مالية، يعني فرنسا والاتحاد الأوروبي وألمانيا وأيضا بريطانيا تحاول الحفاظ على قناة مالية خارج رقابة الولايات المتحدة الأمريكية. هذه القناة تسمح لها بشراء النفط الإيراني ووضع مبالغ في صندوق، في هذا الصندوق أو هذه القناة، وكذلك إيران ستستفاد من المشتريات التجارية من هذا الصندوق أو هذه القناة المالية. هي آلية تقريبا تذكرنا بالنفط مقابل الغذاء التي تم تطبيقها أيام الحصار على العراق. هذه الآلية هي صح آلية معقدة نوعا ما، ولكن تسمح لدول أوروبا خصوصا بريطانيا وفرنسا وألمانيا وسويسرا بالاستفادة من النفط الإيراني بعيدا عن العقوبات الأمريكية وبعيدا عن الدولار الأمريكي الذي يجب أن يتبادل فيه. لذلك هذه القناة من الممكن أن تنجح، ولكن هذه لا يمكن ربطها بالعقوبات التي تريد فرضها فرنسا على القوى الإرهابية الموجودة في إيران والأنشطة الإرهابية وأيضا على برنامج الصواريخ. يعني فرنسا تريد أن تمنع أي حديث عن مسائل إرهابية، وأيضا تريد أن تمنع أي تمويل لهذا البرنامج الباليستي من ناحية المعدات ومن ناحية الأجهزة التي تساعد إيران على تطوير قدراتها الباليستية والصاروخية خصوصا. الكاتب والمحلل السياسي، نعم، وصلت الفكرة. السيد هلال العبادي كنت معنا عبر خدمة سكايب من فرنسا، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. ومن الشؤون الأوروبية إلى شؤون أخرى، وفي أعقاب مفاوضات ماراثونية غير مسبوقة بين حركة طالبان والولايات المتحدة في قطر، دعا الرئيس الأفغاني أشرف غني الحركة إلى بدء محادثات جادة مع الحكومة في كابول. يأتي هذا في أعقاب تصريحات أمريكية تشير إلى نية الانسحاب الأمريكي من أفغانستان. التواجد الأجنبي في أفغانستان نقطة خلافية عالقة في عرض طريق محادثات السلام مفرقة بين الحكومة وحركة طالبان. هذا ما يستدل من التصريحات المتبادلة الأخيرة التي أعقبت مخرجات المفاوضات الجارية في العاصمة القطرية الدوحة. بحسب المبعوث الأمريكي زلماي خليل الذي يتفاوض مع طالبان، فإن تقدما حصل في حل النزاع، مشددا في الوقت ذاته على أن الحل الأفضل يتمثل في حوار بين الأفغان، وهو ما تقوم بلاده بتسهيله. مع ذلك كله نفى خليل أن يكون هناك أي جدول زمني لانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان. طالبان ردت بالقول إنه بلا انسحاب هذه القوات لن تتحرك المفاوضات قيد أنملا. الرئاسة الأفغانية عقبت على ذلك.
أفغانستان. تواجد القوات الأجنبية في أفغانستان مبني على اتفاق ثنائي برعاية دولية، ولا أفغاني يقبل بالقوات الأجنبية على المدى البعيد، لكن تواجدها الآن يعود للحاجة. هذه الحاجة درست وستظل تدرس وفقا لعدد هذه القوات وخطة دقيقة ومرتبة تهدف بالمحصلة إلى تقليل هذا العدد إلى الصفر. تعاني البلاد التي مزقتها الحروب من نزاع داخلي بين حكومة توصف بأنها دمية للولايات المتحدة وحركة طالبان التي تنفذ هجمات ضد مقرات حكومية وأجنبية غالبية ضحاياها مدنيون. ومن أفغانستان إلى ما يجري في فنزويلا، حيث يزداد الانقسام الدولي يوما بعد يوم حول التطورات السياسية الأخيرة في فنزويلا. فهناك ما يؤيد الانقلاب الذي يرأسه زعيم المعارضة، فيما يؤيد الحلفاء الرئيس مادورا، معتبرين أن ما يجري هناك مؤامرة أمريكية تقودها واشنطن ضد الشعب الفنزويلي. في أول تعليق بعد الجلسة الطارئة التي شهدها مجلس الأمن الدولي السبت الماضي حول فنزويلا، وانتقاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لروسيا والصين لمنعهما محاولة الولايات المتحدة إصدار بيان من المجلس حول الموضوع، أعادت الصين اليوم للتأكيد على موقفها الداعم للرئيس مادورو وضرورة احترام قرار الفنزويليين. الصين تابعت عن كثب الأوضاع الراهنة في فنزويلا وتدعم كافة الجهود التي تقوم بها الحكومة الفنزويلية للحفاظ على سيادتها الوطنية، استقلالها واستقرارها، ونؤكد على ضرورة التزام كافة الدول بمواثيق الأمم المتحدة ورفض أي تدخل خارجي في شؤون فنزويلا الداخلية. وفيما استمرت المظاهرات، ظهر الرئيس مادورو يرافقه وزير الدفاع الفنزويلي في إحدى القواعد العسكرية لحضور تدريب عسكري، في إشارات واضحة لولاء الجيش لسلطته وتصديه لأي تحذير دولي بالدعوة لانتخابات جديدة. نحن نستعد لأهم التدريبات العسكرية في تاريخنا الممتد لمئتي عام، الأهم لأننا سنقر الخطوط العريضة لأجهزتنا المسلحة، كافة القوات العسكرية وكافة الوحدات العاملة وكافة الوحدات المدنية التابعة للجيش وقدرات الميليشيا، حتى لا يتجرأ أي أحد على التفكير بالمس بأراضينا. مادورو الذي يواجه تحديا لسلطاته بعد إعلان قائد المعارضة جوان غوايدو نفسه كرئيس مؤقت للبلاد وحصوله على دعم دولي واسع، آخره كان من إسرائيل بالأمس، عاد لاتهام الولايات المتحدة كمن يقف وراء محاولة الانقلاب التي تشهدها البلاد. الولايات المتحدة تهاجم جيشنا وقواتنا المسلحة من كولومبيا، يتأمرون لتقسيم قواتنا المسلحة ويرسلون آلاف الرسائل من خلال الواتساب يوميا في محاولة لفحص معنوياتنا لخوض المواجهة. فنزويلا التي شهدت خلال حكم مادورو نقصا حادا في الغذاء وتدهورا كبيرا في الاقتصاد إلى جانب هجرة كبيرة إلى خارجها، لا زالت منقسمة حول وجهتها المستقبلية، في حين تبقى إرادة الشعب الفنزويلي عدم التدخل في قراراته الرقم الصعب في كافة المعادلات. إلى شأن آخر، تمكنت شرطة البلدية الإسبانية من إبعاد أكثر من 2000 سائق تاكسي ممن قاموا بقطع طريق رئيس في العاصمة الإسبانية مدريد. وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الشرطة قد استعانت بعناصر من قوات مكافحة الشغب، والتي قد لجأت لاستخدام الرافعات لإزالة سيارات الأجرة المستقرة على الطريق. وقامت الرافعات بإبعاد سيارات الأجرة المتوقفة على جانبي الطريق، فيما قامت الشرطة بتغريم جميع السائقين المشاركين في تعطيل الحركة المرورية. القيادة العليا تأمرنا بإخلاء المنطقة، ولكننا لن نستسلم، لن نتخلى عن تأييد الشركات متعددة الجنسيات التي تدمر نظام العمل. سنظل واقفين هنا في هذه الحرب، الوضع لا يمكن أن يستمر كذلك. نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قوله إن القلاقل السياسية في فنزويلا لن تؤثر حتى الآن على أسواق النفط العالمية. وأضاف الفالح بحسب وكالة الإعلام أنه لا يوجد حاجة لاتخاذ إجراءات إضافية بشأن سوق النفط بسبب الوضع في فنزويلا، وأشار إلى أنه يأمل في أن يتم تنفيذ اتفاق إنتاج النفط العالمي بما يزيد عن 100% فيما يحتاج الوضع إلى إعادة تقييم. انخفضت أسعار النفط 1% بعدما رفعت الشركات الأمريكية عدد حفارات التنقيب عن النفط للمرة الأولى هذا العام، في مؤشر على أن إنتاج الخام قد يزيد أكثر. وقال متعاملون أن إنتاج الخام الأمريكي الذي سجل مستوى قياسيا عند 11 مليون برميلا يوميا في أواخر العام الماضي يقوض المعنويات في السوق. وقالت بيكر هيوز لخدمات النفط في تقريرها الأسبوعي إن شركات الطاقة الأمريكية رفعت عدد الحفارات التي تبحث عن نفط للمرة الأولى في 2019 إلى 862 حفاراً.
وإلى الرياضة، جدد رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد رفض بلاده استقبال الرياضيين الإسرائيليين قائلا إن هؤلاء يأتون من دولة مخادعة ولن أحب المخادعين على حد قوله. جاء ذلك خلال خطاب ألقاه الأخير أمام تجمع شعبي يسبق الانتخابات البرلمانية التكميلية التي ستجرى يوم السبت. يذكر أن اللجنة الأولمبية للسباحة قررت سحب البطولة التي كان من المقرر إقامتها هناك بسبب رفض دخول السباحين الإسرائيليين. نحن نتمسك بمبدأنا وهو أن إسرائيل دولة إجرامية. لقد انتهكت القوانين الدولية دون أن يقول أحد شيء، لذلك لدينا الحق في التعبير عن مشاعرنا والحصول على سياساتنا الخاصة. وإلى كأس آسيا لكرة القدم، حيث تغلب المنتخب الياباني على نظيره الإيراني بثلاثة أهداف نظيفة ليعبر إلى نهائي البطولة المقامة في الإمارات. حول ذلك انضم إلينا مراسلنا للشؤون الرياضية ومقدم برنامج الرياضي أدهم حبيب الله، مرحبا بك معنا أدهم. فوز كاسح وكاسح جدا على منتخب توقعنا بأن يصل للمباراة النهائية ألا وهو المنتخب الإيراني. طبعا يعني فوز مفاجئ، الجميع توقع أن المنتخب الإيراني يعني على الأقل سيصل إلى المباراة النهائية معولا على أرقامه. طبعا المنتخب الإيراني لم يدخل شباكه أي هدف على ملعب هزاع بن زايد في المدينة العين الإماراتية، إذن أقيمت هذه المباراة ونشاهد هنا الهدف يعني التي تم إلغاءه للمنتخب الإيراني. طبعا هذه الإهدار، ولكن في الدقيقة 55 من الشوط الثاني سجلت اليابان أولى أهداف هذا اللقاء برأسية مركزة من اللاعب أوسكو يوياي، والذي أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 66 من ضربة جزاء، وكان ختامها في الدقيقة 91 الهدف الثالث من قدام جينكي هاركوتشي في الدقيقة 91. إذن اليابان تفوز، وفوز كبير للمنتخب الياباني على المنتخب الإيراني ليتأهل ويضمن لنفسه أيضا مقعدا في نهائي هذه البطولة، وهي المرة الخامسة التي تتأهل فيها اليابان. هنا القضية، اليابان لطالما تقدم مستوى كبير وكبير جدا في نهائيات كأس آسيا. نعم دائما تقدم، والمفاجأة أيضا يعني هي لم تسجل ثلاثة أهداف يعني في هذه البطولة، دائما كانت تفوز بهدف، وهي دائما ما عولت أيضا ولعبت بشكل دفاعي قوي واكتفت بنتيجة صغيرة. على العكس تماما مهند، يعني المنتخب الإيراني ومنتخب كان قوي في هذه البطولة لم يدخل شباكه أي هدف، وهذا واضح ونشاهد هنا قلة التركيز والأخطاء الدفاعية الفردية التي كانت من المدافعين، إذا كان هناك عن طريق ضربة جزاء، وأيضا أيضا نشاهد من رأسية مركزة، وهذا واضح من عدم التغطية. واضح أن المنتخب الإيراني لم يستعد بشكل ممتاز لهذه المباراة بعكس المباريات السابقة، ولذلك ودع البطولة. وباعتقاد المنتخب الياباني أثبت ويثبت دائما أنه من أقوى ومنتخب قوي في هذه البطولة، وعندما يصل إلى النهائي دائما ما يفوز. نعم إذن أدهم حبيب الله، ستبقى معي. يلتقي منتخبا الإمارات وقطر على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي غدا في المباراة نصف النهائية الثانية، وبهذا اللقاء يضمن العرب التواجد في المباراة النهائية. ترقب شعبي وعربي لمباراة تخللها الطابع السياسي بسبب الأزمة الخليجية. ثمة من يعتقد أن تأهل المنتخب القطري والإماراتي إلى المربع الذهبي كان مفاجئا، ولكن فوز العنابي على كوريا الجنوبية والإمارات العربية على أستراليا أثبت للجميع أن التأهل كان مستحقا بكل ما تعنيه الكلمة. تأهل المنتخب القطري إلى دور النصف النهائي البطولة الآسيوية لأول مرة يعتبر إنجازا كرويا، بطموح وعزم وصل العنابي إلى دور النصف النهائي حيث سيلاقي صاحب الأرض منتخب الإمارات. مباراة ليست كباقي المباريات، تأتي في أعقاب الأزمة الخليجية والصراع السياسي بين الدولتين. حالة من الترقب بدأت قبل صافرة الانطلاقة، بدءا بتسييس الأجواء وإثارتها. وبالمقابل هناك من يأمل بأن يكون اللقاء تجسيدا لعلاقات أخوية، كما قال النائب الكويتي وليد الطبطبائي. نتمنى أن تكون مباراتهما في نصف النهائي مثالا للأخوة الخليجية، وأن تعكس النهضة الرياضية في الخليج، وقبلها تعكس أخلاق أهل الخليج ومحبتهم لبعض، بعيدا عما يثيره الإعلام هنا وهناك من هجوم متبادل. بعيدا عن كواليس اللقاء، يستعد المنتخبان إلى المباراة المرتقبة. المنتخب القطري يعتمد على هجومه القوي ومنظومته الدفاعية، والإماراتي يراهن على أرضه وجمهوره. جاهزيتنا على أتم الاستعداد، استعدينا جيدا للمباراة،
التركيز منصب مثل ما تقول على هذه المباراة تخطيها والوصول للمباراة النهائية. مجلس أبو ظبي الرياضي اشترى جميع تذاكر المباريات غير المباعة ووزعها مجانا على مشجعي المنتخب الإماراتي لدعم منتخبهم والتغلب على منافسه الخليجي من أجل الوصول إلى المباراة النهائية. نعود من جديد إلى أدهم حبيب الله. أدهم، الشق السياسي لربما والطابع السياسي دخل فيما يتعلق بهذا المعترك الرياضي، المباراة المنتظرة ما بين قطر والإمارات على غرار الأزمة الخليجية بينهما. هذه المسابقة الوحيدة لربما يعني كانت فيها أكثر الأجواء السياسية، يعني دائما حتى في المباريات السابقة إن كان اللقاء الذي جمع المنتخب القطري بالمنتخب السعودي، مع العلم يعني أن الجميع تحدث أيضا عن عدم دخول مشجعي المنتخب القطري لمساندة المنتخب القطري إن كان في المباراة السابقة ضد المنتخب السعودي، وأيضا على هذه المباراة الخاصة يعني والتي تحمل طابعا خاص في كل ما يتعلق في مباراة الإمارات وقطر. الجميع يعرف أن الأزمة الخليجية كم تؤثر، ولكن هناك أيضا حالة من الترقب قبل هذه المباراة. كانت هناك أيضا تغريدات مسيسة. نستمع أيضا إلى الشرطة الإماراتية التي أصدرت اليوم بيانا قالت فيه أنها تريد تشجيع حضاري داخل وخارج الملعب وعبر وسائل التواصل الاجتماعي والابتعاد عن التغريد السلبي، وهذا يعني واضح أن التغريدات كم تؤثر على هذه المباراة، متمنين للجميع الاستمتاع بمشاهدة المباراة، مع العلم أن في المباراة السابقة التي جمعت المنتخب القطري والمنتخب السعودي وقبل يعني إنشاد أو مع إنشاد النشيد الوطني القطري كانت يعني هناك عدم احترام من قبل بعض المشجعين السعوديين، ولذلك هناك تنبيه واضح، لأن هذا الشيء يعني طبعا يمس أيضا في كل ما يتعلق في قرارات الفيفا وقوانين الفيفا. يجب الاحترام بغض النظر عن الخلافات السياسية. مسابقات كرة القدم أو الرياضية يعني يجب إبعاد أو عدم إقحام السياسة بالرياضة. ويجب أيضا أن يعني نعود قليلا إلى المسابقات وأيضا إلى المنافسة بين المنتخبين، نشاهد أيضا ونقرأ أيضا بعض الأرقام وتاريخ اللقاءات بين الفرقين. بداية مهند، أول لقاء جمع المنتخبين كان في عام 1972، وآخر لقاء كان في نسخة كأس آسيا الأخيرة والتي أقيمت في أستراليا، وفاز الإمارات، فازت الإمارات برباعية مقابل هدف وحيد لقطر. نشاهد الشيء الثاني الآخر، آخر فوز لقطر على الإمارات كان في عام 2002 قبل نحو 17 عام بهدفين نظيفين. والشيء الثالث، المنتخب القطري فاجأ الجميع بهذه البطولة، حيث يملك المنتخب أقوى هجوم في النسخة الحالية بتسجيل 12 هدفا ويمتلك أقوى دفاع إلى جانب المنتخب الإيراني. طبعا سقط هذا الشيء حين يحافظ على شباك نظيفة. أما الشيء الأخير، المنتخب القطري الشيء الأخير لم يسبق للمنتخب القطري أن وصل إلى هذا الدور من البطولة الآسيوية، في حين أن هذا هو الوصول الرابع للإمارات إلى المربع الذهبي. تحضيرات كبيرة للمنتخب القطري أدهم، حتى تحضيرات لكأس العالم القادم. هذا المنتخب الشاب الذي تحدثنا عنه بأنه يملك جنسيات عديدة، يختلف المنتخب القطري هذه المرة عن المنتخب في المرات السابقة. نعم، وهذا ما أشرنا إليه أيضا في التقرير، أن الجميع يعني تفاجأ بقوة المنتخب القطري وكأن النتائج كانت مفاجئة. لا، المنتخب القطري يعني هو منتخب ناشئ، منتخب شاب، شاهدنا هذا المنتخب أيضا تدريباته على العكس تماما يعني منتخبات أخرى الجميع راهن عليها، إن كان السعودية، إن كان الأردن، إن كان منتخبات عربية أخرى، ولكن قطر الصغيرة المتواضعة على ما يبدو فهي تخطط وتقوم ببناء منتخب شاب ممتاز، ليس فقط لهذه البطولة، أيضا إلى مسابقة كأس العالم 2022. وأيضا هذا ما قاله المدرب أيضا، أن المباراة غدا هي مباراة صعبة، ويجب أيضا أن يعني لا نستهزئ في قدرات المنتخب الإماراتي، وهذا بعكس منتخبات عربية أخرى التي تأهلت إلى مسابقات أو إلى مراحل متقدمة واستهترت بفيتنام أو بمنتخبات أخرى وكأنها يعني حازت على البطولة. لا، المنتخب القطري يعود إلى أرض الواقع من أجل الفوز. وأيضا ألبرتو زاكاروني الإيطالي مدرب الإمارات قال أن منتخب قطر هو منتخب قوي، ولكن ويراهن على عملية الجمهور والأرض، ولربما يجتاز المنتخب القطري، ولكن بهذه المسابقة قد نضمن يعني منتخب عربي أكيد في المنتخب النهائي. هذه المباراة المرتقبة، وأكيد العرب حسموا مقعد في نهائي البطولة الآسيوية المقامة في الإمارات. أدهم حبيب الله، سنواكب ذلك معك يوم الغد، شكرا جزيلا لك. والختام مع افتتاح مطار الجيزة من أجل تخفيف الضغط عن مطار القاهرة الرئيس. افتتحت مصر مطارا دوليا جديدا لفترة تجريبية أولية في محاولة لتخفيف الضغط عن مطار القاهرة الرئيس وللمساهمة في تعزيز السياحة.
ومن المتوقع أن يقوم مطار سيفنكس الدولي الواقع بالقرب من أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير الجديد بتشغيل 30 رحلة في أوائل فبراير خلال فترته التجريبية. 2020 نبقى وصلنا للشكل الملائم بالنسبة لنا اللي هو يتناسب مع افتتاح المتحف الكبير، المنطقة الأثرية في منطقة الهرم بالتطوير اللي بيتم في منطقة الهرم. أعتقد أن هيبقى أساس للسياحة في خلال السنين اللي جاية هي المكان اللي احنا فيه ده والمنطقة اللي حواليه كلها إن شاء الله. يأتي المشروع الذي تبلغ تكلفته 17 مليون دولار كجزء من خطة وزارة السياحة لتحسين الوصول إلى المواقع التاريخية من مناطق المنتجعات على البحر الأحمر مثل شرم الشيخ والغردقة. أنا بقالي سنتين ما روحتش شرم الشيخ وأنا ساكن هنا في زايد، عشان مشوار المطار ما بروح شرم الشيخ، أول ما عرفت فالنهاردة رايح بعد سنتين. كانت قد بدأت عائدات السياحة بالانتعاش قبل أن يسفر هجوم مميت على حافلة في ديسمبر كانون الأول من العام المنصرم إلى مقتل 3 سياح فيتناميين ومرشدهم المصري. كان الهجوم على الحافلة أول هجوم قاتل ضد السياح الأجانب في مصر منذ أكثر من عام. بهذا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام النشرة المركزية من أخبار الساعة، يلقاكم الزميل فراس حامد في هذا المساء ومع ملفات العلاقات الروسية الإسرائيلية وأيضا ملف التزاحم العربي لعودة وإعادة العلاقات مع سوريا، فابقوا معنا ومعه.